خلينا نبتدي الاول باهم عناوين الترند النهارده. يلا بينا. في ترند الاهلي، الفريق الاول يستأنف تدريباته استعدادا لنادي مصر. الترند المحلي، اربع مباريات في الجوله رقم 28 للدوري. اما في الترند العالمي، سواريز على اعتاب اتلتيكو مدريد. طبعا احنا مستنيين تواصل حضراتكم معانا من خلال صفحات قناه الاهلي مختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وسؤال زي ما قلت لحضراتكم مع بدايه حلقه اليوم. قبل ما اطلع الفصل الاولاني خليني اقول لحضراتكم اهم المباريات في مختلف دوريات العالم. نبتدي بالدوري المصري، وفي عدد من المباريات في المسابقه المحليه تحديدا، انبي مع الاسماعيلي، مباراه انتهت من لحظات بفوز انبي بهدف للا شيء احرزه لاعب النادي الاهلي المعار محمد شريف، الهدف رقم 12 ليه في بطوله الدوري، والهدف كمان جاي في وقت قاتل يعني في دقيقه 88. وفي الحقيقه انبي عاملين موسم ممتاز مع الكابتن حلمي طولان. يعني كمان من ضمن المباريات، مباراه اخرى هتنطلق بعد نص ساعه من دلوقتي، سموحه والمصري الساعه 5:30، طلائع الجيش ايضا في نفس التوقيت مع وادي دجله الساعه 5:30، وبيراميدز مع حرس الحدود بالليل في السهره الساعه 8 مساء. ده فيما يتعلق بالدوري المصري. بخصوص الدوري الانجليزي، استون فيلا النهارده هيلعب شيفيلد يونايتد استكمالا لمباريات الجوله الثانيه من البريمير ليج، هتكون المباراه دي في تمام الساعه 7 مساء. وايضا مباراه اخرى واخيره في هذه الجوله ما بين ويلفرهامبتون ومانشستر سيتي، اولى مبارياته في البريمير ليج هذا الموسم، هتكون الساعه 9:15 مساء. كمان في الدوري الايطالي في مباراه وحيده النهارده ما بين ميلان وبولونيا في تمام الساعه 9:15 مساء. يعني عدد من المباريات المهمه، ودايما ده بيبقى امر مهم للجمهور، بيبقوا حابين يتابعوا مختلف المباريات حول العالم، وبتبقى مباريات مثيره في الحقيقه. يعني بما فيهم الدوري المصري بالمناسبه، رغم ان الدوري المصري حسم بشكل رسمي للنادي الاهلي كبطل لهذه المسابقه، لكن لسه في منافسه على المربع الذهبي تحديدا المركز الثاني والثالث والرابع ما بين عدد من الفرق، وايضا في منافسه على البقاء في بطوله الدوري. واكيد المنافسه دي بتدي طعم للمسابقه او لما تبقى من هذه المسابقه، واثاره اكيد الكل بيتابعها.